السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها المشاهدون الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذا محمد اللامة حييكم على الهواء مباشرة من قناة الأمية، وأقدم لحضراتكم الحلقة الأولى من برنامج كلام في رمضان. موضوع حلقة الليلة سيكون عن العيون والبصر والنظر، غضه ومده وكفه، هذا من الناحية الشرعية، وكذلك من الناحية الطبية الأمراض التي ترتبط بالعيون، أسبابها وعلاجها وطريقة التعامل معها. لمناقشة هذا الموضوع الليلة طبعا استضفنا لكم أولا الأستاذ الدكتور سيدي علي ولي أحمد، أخصائي العيون، أهلا وسهلا بكم. وكذلك الأستاذ أحمد مزيد ولي عبد الحق، عالم وفقيه، أهلا وسهلا بك. بارك الله فيك. طبعا نبدأ من اليمين أستاذ سيدي علي، بالنسبة ما الذي علينا، شو مطلوب منا إياك نحمي عيوننا وعيون أطفالنا بصورة عامة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. البصر نعمة واجب علينا نحافظ عليها، الحفاظ عليها يقتضي عنا نعود عندنا متابعة دورية للطبيب المتخصص في العينين. المهم عن في بلادنا الأمراض اللي أكثر اللي تودي العمى هي اللي ينقال له الطبيقة، وذيك وقاية منها العلاج أساسا، وذا اللي ينقال له الضغط، ضغط العين اللي يملي وقاية منه بسيطة لقطرات داره ويقضوا الضغط ويحموا العين من العمى. هذا بالإضافة إلى نقص البصر اللي مبكر يارتو شخص مبكر إياك ياك ياك يتفادى حد ذوك المخدرات. واخيرا اللي قال له الالتهابات مثل الرمد الحبيبي اللي له وقايه منه بسيطه، لا حد يعود عنده نظافه اليدين والوجه، هذا بصفه مستعجله. غير سابق نتخطى ونختار نقول عن العين من اصغر الاعضاء في الجسم، وكيف قلت دورها هو البصر، وذاك مهم. والبصر في الحقيقة في العين يكتمل في بليدة صغيرة حتى هي اللي عندها حكم هذا أركاتيا، هي الحدقة، هي الحدقة قبل ما كلاين قال، وذيك أركاتياها هي اللي مسؤولة عن البصر. غير ملي العين هي وحدها اللي ينشاف فيها العروق مباشرة، معناها أن الأمراض اللي يصيبوا العروق لا ينشافوا إلا بفحص العين. والعين المملية وحدها اللي ينشاف فيها العرق البصري، الأمراض المملية اللي لا يعودوا يمسوا العروق البصرية ينشافوا عن طريق فحص العين. أنا عن العين الأمراض اللي فيها ما هم ياسرين، غير الأمراض الآخرين يقدروا يتابعوا عن طريق فحص العين. هذا بصفة عامة. أنتقل فضيلة الشيخ أحمد مزيد ولي عبد الحق. أستاذ أحمد مزيد، العين لها باب كبير في الشرع من ناحية كفها وغضها ومدها وما يتعلق. هل النصوص اللي تتكلم عن النظر، طبعا هي لم تتغير، لكن النظر تغير، ما ننظر إليه اليوم ليس ما كنا ننظر إليه في القرن الأول الهجري، كيف نعادل هذه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وأن المشاهدين في الشهر الكريم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياهم لصيامه وقيامه ويتقبله منا ومنهم. كما أشار الدكتور،
في البصر نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، امتن الله سبحانه وتعالى بها على عباده، وسوف يسألهم عنها أيضا من النعم اللي قال الله سبحانه وتعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. معناها ليس هو أن الله سبحانه وتعالى فيما صرفنا هذا البصر، هذه النعمة اللي أعطانا فاش صرفناها، وهذه فاش صرفناها واسعة يدخل فيها الجوانب المتعلقة بصيانة الجارحة نفسها، وهو يتكلم عنها الدكتور، ويتعلق بهم اللي صيانة الأحكام اللي رتب الشارع على هذه الجارحة من جهة استخدامها، لأن هي كأي جهاز يجي معها دفتر استخدام، والله سبحانه وتعالى ما خلى الإنسان هكذا، ما خلق له هذه الحواس وخلاه أعطاه دفتر زاده. هذا القرآن فيه والسنة فيه توصيف لاستخدام هذه الجوارح، متى تغض متى ترفع. ولذلك هناك علماء المسلمين ألفوا في أحكام النظر، من الأشهر بل أول من ألف أحكام النظر كتاب مستقل، وحد دام يشبه قد يشبه حالا بمطروحات الدكتوراه مع أنه صاحب متقدم شوي، ابن القطان الفاسي، ألف كتاب قال له أحكام النظر، إحكام النظر في أحكام النظر، النظر الأولى مقصود بها من النظر معناه المعنوي، في أحكام النظر تكلم فيه عن غض البصر، تكلم فيه عن مد البصر، اللي أحيانا يكون الإنسان مأمور بالنظر، كيف النظر التفكر خلق السماوات والأرض، كيف النظر بعض الأشياء اللي مطلوب شرعا النظر إليها، المطالعة وما إلى ذلك، وأحيانا يؤمر بغضه كغضه عن العورات، غضه عن المحرمات. ندخل هون لسؤالك، الله سبحانه وتعالى حرم علينا النظر للمحرمات، العورات الآخرين اللي هي ما يجب ستره، ما يسترونه عنا، والعورات هم اللي ما يتعلق بالعورات المكشوفة بالنسبة للنساء، الرجال عورات النساء بالنسبة للرجال، عورات الرجال بالنسبة للنساء. لذلك الله سبحانه وتعالى قال وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وهذا غض البصر هو البوابة لغض لحفظ الفرج المأمور به، لطبيعة الشهوات الحد استرسل معها يلوح بعضها بعض ويغري بعضها بعض. هذه الشهوات لا شك أنها كانت عندها شكل بسيط في الماضي، وأنها تنوعت، كان الإنسان يغض البصر عن رواخ قدامه والله شايف برك عادة خارجة القنوات اللي متخصة بالعهر، متخصة بنشر الفاحشة، والقنوات والأفلام المدبلجة اللي فيها دعوة للجريمة ولأشياء أخرى من الفواحش، عاد هذه من الأشياء اللي يتأكد التأكيد في هذا العصر على الغض البصر عنها. غض البصر لا مو عن محرمات البسيطة، حتى المحرمات المركبة اللي خطيرة جدا على المجتمعات وتفكك روابط المجتمع وتعدل ياسر، هذه يلا ننتبه لها، خصوصا أن في رمضان دائما يكثف فيها، دائما الجهات اللي تنتج دائما تركز على إنتاج الجديد منها، وتركز فيهم اللي على هدم المجتمعات وهدم الروابط إلى آخره. وبالتالي يجب غض البصر عن المسلسلات الهابطة، غض البصر عن المجلات. سوف نصل لهذا المحور المقادم. دكتور، طبعا نحن دولة صحراوية فيها غبار وفيها رياح وفيها كما نقول جريحة وفيها، وهذه أمور قد تكون لها تأثير على البصر من ناحية مثلا سطحيا بالنسبة لنا نحن، هل مثلا يترتب على هذا الجو نوع من الأمراض ثم تشوفوها وتقابلوها؟ نعم، في الحقيقة المناخ يأثر على 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 العين في ثلاث مسائل، الأولى منها الشمس، أشعة الشمس تحرق خلايا العين وتعدل عنها تضعف بصفة أعجل من رقاج ما هو بليده في مشمسة حتى. المسألة الثانية هو الرياح، ذوك الرياح تأثر هادية على العين. والمثل الثالثة الحمان الأرض اللي ساخن، هذا المثال الثلاثة يعدلوا عن فيه مرضين وطقاء ثلاثة أكثر انتشار عندنا. الأول منها ذي قال بالطبيقة، الطبيقة هاي أصلا تجي من عند 60-70 سنة، حنا من عند 40 سنة تبان فينا. المثل الثاني ذي قالوا أشفي، الشفيان زاد هما نتيجة للشمس والرياح يبانوا عندنا بالعجلة وياسري، وعلاجهم صعيب به اللي
العملية الجراحية اللي تعد لهم عيادة تعود لا بد لهم تنعد مرات. المسألة الثالثة هو عنا ذلين قال له تباريز اللي هو عند 45 سنة يضعف عضلة اللي هي اللي مسؤولة عن الشوهة عن قرب العود رقاج لا بد من بعد منه الأشياء. هيك ذلك جينا احنا عند 35 سنة فينا هذا المناخ اللي في العالم الثاني اللي في العالم الثاني 45 واحنا عندنا 5 ما عندنا عنا احنا اكثر منه بعشر سنوات معناها انه استكهلت العين بعشر سنوات سابقه بيه المناخ بيه المناخ. طيب والفرق بين اشفي وطبيب اشفي؟ لا اشفي هذه الاحمال اللي تعود جايه من عند المق هنا تمق العين وماشيه شارك حال العين وهي تطلع لي حمراء وحمراء وتوجع وتعود عيادة صار تطلع على الكحال ونين تطلع على الكحال تأثر على الشوه وتنقلع. طبيقة صار شي اللورة أبيض عايد والعدسة تبيض العدسة تخلي الضوء يدخل يغلين تبيض تعود الضوء ما ترى يدخل وتنقلع قلع علاج بسيط. لنرد عليكم نكتة أنا تكونت في فرنسا كنت نشتغل في الطب العسكري والمرضى اللي يجونا اللي أشوفنا نصار والعينين بيض اللي جيتون أيامي الأولي ذوالي ما خرست حد ما عيني حمر بيض حمان والرياح والشمس وكنت ماسع. هو أصلا ينقال لنا عن العين الحمراء عين مريضة يا غير إحنا هون عين الحمراء عين عادي الناس كاملة عادي. هذا بعطي جواب على سؤالكم. طيب دكتور كما قلت أنت اليوم نحن عندنا واقع يفرض علينا حتى لا تكاد العين تنظر في شيء مهما كان عادي. خليك من المسلسلات والأفلام اللي ذات طبيعة مثلا فيها تبرج والله فيها أمور قد تكون شرع مثلا تخالف الشرع بصورة واضحة لكن حتى في التلفزيونات العادية المحترمة شرعا مثلا سيدة قد تكون حتى محجبة طبعا لا أتكلم عن النقاب محجبة ولكنها في كامل زينتها. هل هذه تعتبر من يجب أن نغض بصرنا عنها أو نكف عنها؟ نعم الله سبحانه وتعالى قال وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. هذه من تكلموا عليها العلماء من جهة اللغة لأن من في العربية عندها 4 معاني كل واحد من هذه المعاني حملها بعضها العلم عليها كان الابتداء الغاية والله كان للجنس معناها يغضوا من أبصارهم معناها جنس البصر والله عند حد نوعية الغض أنه ما هو للصوت ولا هو للشوخر والله كان للتبعيض معناها يغضوا من أبصارهم معناها ما يغضوا بصارهم كامل به اللي ما مطالب منه غض البصر كامل وإنما هناك بعض الحالات اللي يعود البصر فيها ما واجب غضه كيف حالات مهلا الاستطباب مهلا علاج كيف حالات مهلا الشهادة حد يشهد على شيء معين ومشاكل ذلك وهذا هو اللي يكثر مفسرين منه للتبعيض. غير التبعيض ما هم مخاض من رجاج يخرص العليات بحكم انهم ما هم زينات والله ما هم متبرجات يجوز نظرهم. ناقل من عبد البر قاع الكلام على ان حتى المرأة حتى المحجبة ما يجوز للرجل انه محجبة منقبة حتى لعت ما بين من هالشيء وفوق الباس ما يجوز للرجل ان ينظر اليها نظرة تأمل وانما يغض بصره عنها لو وقع البصر عليه لغرض من الاغراض يصرفه عنها. غير قضية التأمل ان الراجل ينظر للمرأة حتى لعت مستورة قاع شكال لعت اللي ما يمستورة لان هذا النساس يقول ما تركت بعدي فتنة نظرة على الرجال من النساء بالمقابل أيضاً العليات ملبة مريب غض البصر عن طب هاي مشكلة رجالة ما يتنقبوا لا احنا ما قلنا ما يتابع على التنقب وفي حرج النظر لهم والرجالة ما يتنقبوا طبيعة هذا يكون أكثر حسن طبيعة المرأة أنها أكثر إثارة للرجل من الرجل للمرأة ولذلك والفتنة بالمرأة أكثر إثارة للرجل أكثر عادة إثارة النساء للرجال من إثارة الرجال للنساء. هذه ناحية الثانية عن الفعل أصلاً يتصور أن الرجال أكثر من النساء بالتالي الشريعة جعلت النساء ستر للنساء جعلت عليهم من الستر ما ليس على الرجال غير غض البصر مشترك قلنا أنه حتى الرجال يغض البصر على النساء والنساء يعني حتى الخطاب ما متلازم مع قضية المؤمنات يغضون من البصر نعم قضية غض البصر ما متلازمة مع الستر يعني معناها أن شيء مكشوف عنه معناها
يجوز النظر إليه بالضرورة يعني. نظر بعد القصيدة نظرة التأمل ونظرة ومن النظر العابر ومن النظر اللي مقصد شرعي هذا قام يدون فيه شرعا، لذلك ينص على أن تحريم النظر من تحريم الوسائل ومن تحريم الغايات، ولذلك تروح فيه الضرورة الحاجة ما هو ذا الضرورة. بينما حدام يتبايع مع امرأة والله يشهد عليه خلاص إياك ما تغذلوا، هذا مثلا مشروع شرعا، هذا النوع من النظر مشروع ما هي نظرة ريبة غير النظر الريبة اللي هو النظر الملام تأمل ويدعو إلى الفاحشة ويدعو إلى الرذيلة، هذا هو اللي ممنوع شرعا. طب دكتور فضيلة الشيخ، طب نحن كنا مجتمع تقريبا يسود فيه العلم وفقهاء كثيرين، وكنا مجتمع بدوي في خيام مكشوفين على بعضنا، وهذه الأمور ما كانت تثير كثير من، لكن اليوم تحتل تقريبا، ما هو هل كانوا مقصرين اللي قبلنا أم أن احنا اليوم متشددين أكثر؟ ما هو ما نعرف، هناك قاعدة يقولوها وهذه حقيقية، كهرة المساس تذهب الإحساس، والبداوة عادة يصاحبها ياسر المظاهر الشظف، ياسر المظاهر الأمور تخليها لها قاع مشاطرين عن يوسر من 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 الأمور، بينما المدينة فيها من الرفاهية في المعاش وفي الوسائل اللي تخلي الإنسان واللي تنمى فيها بعض الغرائز اللي ما هي نامية فيها الشخصية البدوية، ربما يعود هذا من الأسباب. ولا ننكر لكن هم واللي تقصير قد يعود من بعض الناس ما هم كاملين في إنكار بعض الأمور، اللي عادة أي منكر اكتسب صفة العادة يصعب إنكار من جهة، وهي قاعد الإنسان ما يفطن إنه منكر، يبغى قاعد الجنسية وتعود ما ترى قاعد جابر حدي بسبب شيوع، وقاعد ما ترى قاعد حد حاسس إنه منكر، والله حاسس بها غير ملي بسبب السلطان واجتمع وقوته ما يقدر ينكره قاعد به اللي عامة به البلوى، غير الشيء كامل نكرته الشرع تم لا منكر، سعادة الناس نشأت عليها جاري تم لا منكر، ولا أحد يقول منكر. وإن كانت الناس كلها ما يحاسب قاعد الناس الماضين على منكراتهم به اللي بس ليس مسؤول عن محاسبتهم، يعني بعد البريدين الناس يلا يطرح عليه القضايا دكتور هناك بعض الأمراض اللي قد تنعكس سلبا على النظر أو على العين، مثل المرض السكري وهو منتشر طبعا في موريتانيا، ما الذي على مريض السكري أن يقوم به الحماية لوقاية نظره من أن يؤثر عليه المرض؟ مرض السكري من الأمراض المزمنة، والأمراض المزمنة يكونوا مشكلة في مجتمعنا. علاش؟ بهم اللي مسألتين، المسألة الأولى هو العلاج مدى الحياة، شيء كامل مستمر عندنا، الناس ياسر منها ما تنضبط معه. العلاج مدى الحياة، كيت مرض تنسيون زاد هو، تنسيون ضغط الجسمي والضغط العين ملي، هذا كاملين الأمراض المزمنة اللي العلاج لا يقبض مدى الحياة سوى الخالي يكونوا مشكلة به للناس بعد فترة من الزمن تنقص والله تخليها. المسألة الثانية لابد لهم من مراقبة، كيف مرض السكر لابد لهم من ما هو لا صاحب السكر وحده يقارب صاحب العينين، لابد من ينقاس كل سنة، صاحب الكلى لابد من يخرس، هذا بالنسبة لمريض السكر، مريض السكري صاحب الكلى لابد من يخرس، وصاحب التنسيون صاحب القلب لابد من يخرس كل فترة من الزمن، وهذا مكلف به اللي هو شنو هما أعراض مخلفات مرض السكر. مرض السكر مرض العروق الكبار والعروق الصغيري. العروق الكبار دول اللي عروق الدماغ، هو الوسع صاحب السكر عنده ياس من الجرطة الدماغية اللي هي لافيسي، وعنده ياسر من الأزمة القلبية اللي هي الانفاكتوس اللي ذلك العرق القلب ملي زاد ويمتس، وياسر من مشاكل في القوطرة، هذا ذلك العروق الكبار. يقال العروق الصغيرة ملي هم الأولين يمتس، الأول منها عرق العروق العين الصغيري والأدو الأعمى، والثاني عروق الكلى اللي زاد هم يدو نقص في تصفية شرايين العين وشرايين شرايين 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 العروق الصغيرين شرايين. معنى عن مرض السكر لابد من متابعة دقيقة،
كان عندنا مالو يوم السبت مؤتمر على 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 بالحقيقة الجمعية الموريتانية، الجمعية الموريتانية لطب العيون، ونادينا الناس المتخصصة في السكر بين اللي كانوا عندنا مشكلتين. المشكلة الأول هي شنو هما الزمن يارت، كل زمن يارت صاحب السكر يتم يجي الطبيب العيني، توافقنا عنه كل سنة كل سنة إلين تعود ما فهم بداية فتعطل ما هم مظاهر، ما في مظاهر أي مظاهر، ما ظهر مظاهر ضرر العين، ترى لا بد من كل سنة يخرس يخرس الفحص العين من داخل يشوف ذوك الشرايين علين لاحقين اللي كانوا طرادهم شين قالوا ريتينوباتي ديابيتيك اللي هو مرض اللي شرايين العين صغيرين كل سنة. المسألة الثانية اللي كنا نختار ونشاوه فيها هي قضية أين تنقدوا نعدلوا العملية، عملية الطبيقة لحد فيه السكر، وكل كنا كان عنده رأي خاص، عنده رأي خاص، احنا كنا مواسين عنه. خالك شيء قاع فحص طاري هو قاع المهم، ولا كانت الموريتان طابع لي ولا تعرف. خالك شيء قالوا لي مقلوبين جليكي هو المهم قاع صاحب السكر، هو اللي يعطيك حالة السكر في الدم مدة 3 أشهر الفايتي. موجود في موريتانيا؟ موجود في موريتانيا، عاد يعدلوا عاد الناس تعرفه. في المستشفيات العامة ولا في الخاصة؟ في الخاصة، هو بحث بسيط غير ما كنا طابين عليه، كنا مواسين عن فحص السكر كامل، فحص السكر يعطيك اللي خالد ذاك النهار، يقدعوا ذاك النهار، ذوك الأيام كان حد ما يعمل ياسين السكر ولا العكس، غير ما يعطيك ذاك اللي خليه ذوك 3 أشهر. وهذا الفحص مهم عادي يعد. لا بد من ذيك ذلك تعود مثلا عادي. المسألة الثانية عن احنا اصلا كنا الين يزيد حد على جرام فاصل 20 ما نعدلوا له العملية، وتوافقنا معهم قالوا نعم ما في مقبال المخلفات، يعني قد حد يمشي لين جرام فاصل 60 الين يعود ذيك اللي مقلوب من قدي كيم واللي عادي. توافقنا على مسائل اخرى قال مثلا تعدلوا عملية، تعدلوا العملية يعني مرفعوا رافعوا شوي قلنا اللي غير احنا مشوا لهم الين اللي عاد ما قض الين يقضوه هو بالانسولين. يقير مولي هو المشكله شنو في حد عدل عمليه ل ل لحد فيه طبيقه وفيه السكر. المشكله عن ذوك الشرايين الصغيرين اللي تنقلع عليك طبيقه يمرضوا بالعجل اكثر من حد عاد هو الوسائل. يا غير اللي نفوت تنقلع يا تحت كله تشربت كل سنة يعدل ياك الفحص شوف ياك ما طراشي لا طراشي عود يعدلوا العلاج المناسب. طيب انتقل فضيلة الشيخ مزيد. شيخ مزيد أنا أثناء تحضير الإعداد لهذا البرنامج طلعت بعض النصوص سواء الآيات القرآنية أو الأحاديث، فسبحان الله كان النظر كان تقريبا يتصدر إن لم يكون الأول يكون الثاني، مثلا في حديث الاستعالة اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعين لا تدمع إلى آخر الحديث. طيب هل تعتقد نحن اليوم مثلا مطلوب منا جهد كبير قد لا نكون حتى قد نكون عاجزين عن القيام به، ثم ما هو رأيكم في هذا الجهد تجاه هذا الجهد جهد اتجاه اولا العين تدمع نظرا لظروف اللي كما قلت المجتمع الاول كان مجتمع تقريبا طاهر وكذا، واليوم نحن مجتمع مفتوح على العالم ومحتك به وجزء منه. احسنت، هذا فقدني انا ملي لين زدان كيف ندمع ان شاء الله نقول الله المستعان. في اطار هذا التحضير للموضوع لاحظت انكم انتم جمعتم بين الطبيب وبين وهي عادي اصلا في المرابط صاحب عادي اصلا في رمضان نشوف طبيب مع شخص اخر يتكلم في قضايا فقهيه غير في امور متعلقه برمضان غير في امور النور بذاته ما واجهني. وزيان عندي بعد الموضوع من جهه نهايه ثنائيه موجوده في القران عنده تأصيل بعض في القرآن عجيب اللي هي ثنائية الحسي والمعنى، دائما في القرآن يخلق يتكلم عن الأمور الحسية ينتقل في الأمور المعنوية، مثلا تقوى مثلا في إطار كلام على الزاد تزود الناس للحج وهذا
إن كانوا ما يجوا الحج لهم لا يدين معهم الزاد هذا اللي هو العوين طعام والشراب والعوين. قالوا الله تعالى وتزودوا. عقب ذلك قالوا فإن خير الزاد التقوى. فتهموا الزاد الحقيقي بعد أنهم ذكر الزاد الحسي وهكما اللي اللباس يذكر امتن الله عليه باللباس اللي هو لباس العادي. قال لهم ولباس التقوى ذلك خير. يا بني آدم لا 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 الآية الأعراف اللي فيها امتنان باطل باللباس عقبها مباشرة ولباس التقوى قد نزلنا عليكم لباسا يا بني آدم ولباس يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ولباس التقوى ذلك خير. صحيح انتقل مباشرة جمع بين الحسي والمعنى. المعنى هذا أصل نحن إذا تكلمنا عن العين من جهة الحس يلا مولي العين زاد من جهة المعنى نتكلم عنها والله هذا ما هو نشاز له هذا ناحية. قضية الدمع دمع العين اللي أشرت له حقيقة والإنسان كينونة واحدة ما لها شيء حقيقة مجموعة جوارح مجموعة أجهزة كلها عنده وظيفته غير في النهاية هاي الأجهزة كاملة تصب في مصب واحد إنقاب الإنسان. نفس الشيء من الناحية المعنوية مولي هذه الجوارح كاملها تخدم سيدها اللي هو القلب أساس ما قال لا إنه الجسد مضاه إذا صلح الصلح صلح جسده كله وإذا فسد فسد جسده كله هلا هو القلب. وهي الجوارح عبارة عن روافد يدخل القلب منها الخير يدخل منها الشر. ومن بين هاي الروافد البصر اللي يستخدم استخدام صحيح يتنور القلب وبالتالي تدمع العين وترق ويرق القلب وترق العين ويخرج انكسار العين الحياة ويخرج لك صفات كامل مطلوبة شرعا. والأول من هذا يخرج ولين القلب ولين اللي يخرج العكس من شيوع النظر للمحرمات وإهماد النظر الاعتبار ونظر التفكر والنظر الشرعي يخرج اللي قسوة في القلب وبالتالي يفيض ذلك على بقية الجوارح يترتب عليك جمود في العين ويترتب عليه جلافة في الطباع ويترتب عليه أسر من الصفات الأخرى بسبب هذا هو سيد الجوارح. وهذا عبر عنه بعض الأدباء وبعض الحكماء قديما يقول بعضهم وكنت إذا أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. أنا هنا لقاج إذواه أنه بعد قاع يغض طرفه لعل بعد قاع يوقع في شيء المحرمات ولا علم اللي قاع يهمه شيء عقب قاع ما يجبر ولا يتيسر له بسبب أنه طيب. دكتور بالنسبة كنا نتكلم عن عين لا تدمع دموع من ناحية علمية من ناحية طبية هل هي يعني ظرف الدموع هل يفيد العين أم يضرها أم إن كان ظرف الدموع إن كان مثلا مش دموع حتى بتباكي أو محاولة انسجام مع الجو إذا كان جو فيه حبور وفيه مثلا أثناء صلاة والله أثناء أداء عبادة أو بعضهم يضغط حتى مثلا يبكي أو الدموع العاديين أساسيين بيولين عندهم دورين. الدور الأول وما عنهم يقذوا ذلك قالوا القرينية هي ما فيها عروب لا فيها شرايين لا مقاضية بذوك العروب. وعندهم دور ثاني هو اللي أنهم يسهلوا حركة الجفن على العين لأن هم متكونين فيهم شي من الدسومة ذيك الدسومة إلين تقل يعود ذيك حركة الجفن على القرينية تعود صعيبة تتخشن تعودها. وهي اللي وسانا احنا هون في موريتان لكن مناخ الويل اللي هو أساسا الحرارة يعدل عنهم يبسو ويعود العين الجفن يحك على القرينية ويعدل عن ذاك يؤدي عنها تنجرح وتعود كثار الالتهابات. المثل الثاني هو عنهم هي تحميهم من ذلي القبار اللي في الجو ما تحكمهم وتعود مثلا تمشيهم معه القبرة وغير كثرة الدموع وما هي معلومة بها اللي
هم لابد من عودوا مستقرين ياك يقذوا القرينية إلين يعودوا مستمرين يعود ذاك الغذاء خاصوش وهم اللي ينقصوا كثرتهم ينقص الشوفة. إحنا نعرف والدينا إلين تلاوا يخبطوا الشارة والله يخبطوا شيوخة يتكحلوا لاش ذيك الكحلة تمص ذاك كثرة الدموع وتخلي من الدموع لا ذاك اللي كافي وتحدد شوفته. هذا يجاوب على سؤالكم. طب شيخ بالنسبة للكحلة اللي تكلم عنها دكتور، طبعا الكحلة سنة والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكحل، ولكن نحن مجتمعنا مجتمع خاصة المجتمع الرجالي في هاي الصحراء وموريتانيا وهاي الأرض طبعا ينظر إلى كحلة الرجل على أنها تعتبر نعم يعني عمل غير محبة، وهي ليست من السنن اللي تبغى الفقهاء ما شاء الله عليهم يتكلموا عن السنن الكاملة، غير الكحلة دي قليل نسمعها إلا في الأحاديث الجانبية. ما هو سبب غياب وهي لها فائدة كما قال دكتور؟ أظهر أن من السبب مكانة هذا النوع من السنن في تصنيف الفقهاء لهم الرسوليين فيمشي يصنفوه أنه جبلي ما هو تشريعي، ما هو في نفسه ما يجرى عليه الإنسان كله وإذا فعله بنية التسنن، وهذا اللي يجيب اللي منه يخضع المعايير أخرى. مثلا لو الإنسان همه يتسنن يعدل الكحلة دافع السنية يعدلها عند النوم كما هو مرغب فيه عند بعض الأحاديث. رسول كان يعدل النوم رسول كان مجتمع يكتحل فيه الرجال والنساء وحديث، وبالتالي مثلا ما فهم حد اكتحل وحده ما يعود حد اكتحل وحده ما يعود خالف السنن. حد اكتحل ما يعود خالف السنن العام فهم السنه من سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ما اللي مهمه انه دائما الهدي العام للانسان الذي يهابه ما ظهره يعود متماشي مع الهدي المجتمع اللي هو طبعا بشرط ما يخالف الشرع، بالتالي ما يعود رجاج عنده شهره معناها عنده تميز على المجتمع في المظهر. رجاج يعود مجتمع اكتحال فيه خاص بالنساء مثلا والله ما يعود ذاك فيه شيء من هذا، بالتالي المجتمع ذا كيفته يلا الرجال يكتحلوا في الليل وفي الاوقات اللي يعودوا ماخذين فيهم الغرض العلاجي ولا يظهروا فيهم امام الناس. بينما النبي صلى الله عليه وسلم ما هو خاص بحظه، المجتمع وقاعد هو فيه يكتحلوا فيه رجال ونساء ولا فيها ما فيها خصوصا. هل هذا يصح على جميع السنن ام انه خاص بالكحل؟ هاي السنة اللي عندها طبيعة جبلية اللي هي السنة اللي ما تشريعية، من السنة اللي مرتبطة بالعبادات كيف الصلاة والسنن الصوم والزكاة لا أمور الجبلية المحضة والله اللي فيها شيء بالجبلية معقولة المعنى واللي هدف منها. مثلا نحن كنا مثلا كي الضفيرة مهلا رجال عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان أساس مكان الضفيرة مهلا مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم ومجتمعات اللي قريبة منه كانت تظهر شعورها لين يتغير هاي العادة المجتمعات بحيث يعود ظهر الشعر يشير إشارات أخرى سلبية يعود ذاك مثلا وإذا لقاه يعدل دافع التسنن يعدل سنة الضفيرة اللي يخالف سنة أخرى اللي هي سنة اللي يوقع معناها بخلاف السنة الأخرى اللي هي الشهرة أساسا نهي عن الشهرة، بالتالي لابد أن الإنسان يوازن بين السنن ما يعدل سنة على حساب سنة أخرى. طب مثلا في الآية أريد فقط تعليق عليها وتبيان ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، ما هو معنى تخصيص الآية لأزواج منهم؟ هل هو تقييد؟ هل هو كيف؟ الأزواج مقصود بها جنسين، معناها أزواج من الناس معناها جنسين من الناس، معناها سواء كان رجال سواء كان نساء سواء كان أغنياء سواء كان فقراء، معناها كل صفين. لا تمدن عينيك إلى غيرك، وأنا كنت قاعد قيد هاي الآية بين الآيات اللي هنا أشير لها، يعني أن البصر من الأشياء اللي منهي عنه غض البصر ما هو العورات وحدها، أي إنسان يعود منهي عن غض يغض البصر عن مال الأغنياء مثلا، حتى لا يحسدهم، وحتى لا يقع في نفسه شيء من الحسد لهم، أو يقع في نفسه شيء من الضعف يؤدي منه إلى بعض الظواهر السلبية، الأجسام، بالتالي منهي عن يمد عينيه. بل مأمور بجهة أخرى قاعد أنه جهار بالدين
يمد عينيه إلى من هو أعلى منهم إياك يتأساه ويقتدي، وبجانب بالدنيا ينظر إلى من هو أسفل منه إياك يحمد نعمة الله سبحانه وتعالى. فاسم قال لا تنظروا إلى من هو أعلى أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم فهو أجدر أن لا تحتقروا، والله حديث صحيح، أن لا تحتقروا نعمة الله عليكم. بالتالي الإنسان دائما، وهذا هو عكس اللي عدل الناس، الناس ياسر منها يخرص، الناس اللي فضلت عليه في الدنيا يخرصها وهي اللي يهم ويحاملها، ولا عجز عنه يحصل على ما حصلت عليه، ربما حسدها ربما تمنى زوال النعم عنها. بينما هو كان يلا يخرص الناس اللي فضلت عليه في الدين إياك، يعود فيهم مجال للتنافس الخير ويعود فيهم مجال السلم. عكس واضح أنا طيب. بعض الجانب هذا متعلق بقضية النظر لمال الأغنياء وحسدهم عليه إلى آخره. دكتور، بالنسبة للأمراض المزمنة مثلا مرض الضغط، ضغط الجسم مثلا، قد يلتبس على البعض مثلا من الناس يسمع ضغط العين وضغط الجسم يشك عنهم مرض واحد، من رأي كان بينهم ارتباط ولا عما بينهم علاقة، قد يعود إنسان عنده ضغط في العين غير جسمه ما عنده فيه ضغط، ما عندهم علاقة مباشرة غير قطعا عن حد فيه ضغط دموي العادي الجسمي يأثر ذاك على تطور الضغط اللي في العين، يعني ما عندهم علاقة ذيك مباشرة، قد حد يعود فيه ضغط دموي العادي يغير ما فيه ضغط العين، وما يعود فيه ضغط العين ولا فيه ذاك الضغط الآخر. طيب أنا سمعت مثلا من الثقافة الطبية العادية اللي عند الناس عن ضغط العين أضراره ما تعالج، مثلا درجة الشوف اللي نقص منها ما تعالج، هل هذا صحيح؟ حق ذاك هو تعرف مشكلة ضغط العين أنه في البداية واحدة الشوفة المركزية اللي هي الشوفة اللي مثلا اللي قدام الرقاج، ما هو ذا اللي على زر كامل اللي يشوف حد من قدام، في البداية ما تمتس، الشوفة على زر هي اللي تنتقص تتأثر، ذلك يدي عن حد ما يجي ولا يعتبر الدواء اللي نعطاله يهمله. هذا المسألة الثانية هي ما فيها ألم، أي حد يحس بشوي من وجع الرأس شوي من الزقنين يقال ما فهم ألم، ما في ألم، ما في ألم، هو اللي قد يفطن له ما هو الطبيب العام ولا الطبيب المتخصص في العيون، ويفطن له عن طريق لين يخرص يقيس له الضغط، الضغط يعني تعود تحت 21 إلى 20 تحته ضغط العين، لين يزيد عليه 25 ولا بفترة معينة، ذوك الخلايا اللي في العرق العصبي النيروبتيك يبدأ يموتوا، ذاك اللي فات منه مات منه مات له مرجع له ما يرمم مات له يرمم فر يا غير، ذاك اللي مازال مدروب هو اللي لا نعطاه له شيء من الدواء يعود يقديها، وهو ملي دواها بسيط، واحنا دواما عندنا مشكلة مع الناس اللي تابع الدواء، الناس المثقفين عندي دارك 200 والله 250 منهم متابعهم ما عنده مشكلة، بهم اللي الدواء يعملوه هم لا قطرات، هي تعود لا بوش واحد قطرة مع صباح واحدة في الليل غير كافي، غير هم اللي كل فترة من زمن كل 6 أشهر تقريبا لا بد من يعدل قياس للضغط، وكل سنة يعدل فحص ينعرف يشوفه من زر عليه لحقت كان فات عاد التكلس ولا ما التكلس، هذا حد عدله ما عنده مشكلة يتم تابع، غير حد قبض القطرات فترة من الزمن وزرقهم لا يبدأوا ذوك الخلايا ينتقلوا لا تنافع فيش سواء بالبنين كاس واضح. طيب أنا سابق قصة طبيب مثلا من درى شن هي الطريقة اللي مثلا نطرح بها خلاقي عني نحس عني نظري مثلا من 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 الأطراف عنه خف، شن هي مثلا هو في الحقيقة سابق 45 سنة قليل وعنده ملي أسباب أخرى وعلاج أخر ورواية أخرى، غريض الضغط العام اللي حار يبدأ من عند 45 سنة، والمهم الوقاية منه بسيطة إلا عن حد 45 لا بد من تعود متلازمة مع نقص والشوف من القريب يعود حد يبارس يعود حد يأخذ على طبيب العيون هو اللي يقيس له ضغط يعطي عدله كل سنة كيف تقيس طبيب هو يقاس بجهاز هو عنده خاص جهاز بالعين والله عنده جهاز خاص بالعين أركاتيا عندنا جهاز يبخش من الرياح ويقبلها غير فهم جهاز وخارص قير يندار على العين ويعرف كم ضغط العين.
وكل سنة ياكلين حد كيف إنه نجبر فيه وعدل لين ينجبر للحبوب طالع نعدل فحص صحر نخرصوا الشوفة من الزر لين لعك حد متابع غير حد الصمام وتابع يجيب مرحلة عية هو من راسه ما لا يفطن لا يفطن ولا فات 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 تأثر عليه عود مات لنا بوش. إحنا كنا عندنا تعليمات عنا الناس اللي ما هم لا يحافظوا على به اللي هو مكلف عاد الدواء الناس اللي ما لا يتحافظ على متابعة الدواء نعدلوا له عملية إياك تسرك من ما لا تعمل الدواء يا غريبك ملي عندنا فيها مشكلة بيلي الناس تقول لك أنا شوفتي ما زالت لباس بها ولا نسحسب ألام علاش لا يتعدل لي عملية سبحان الله. طيب في العمليات كما قال دكتور أنا مثلا في الخارج مثلا حتى في الدول ما هي دول المتقدمة دول هذه العادية مثلا بعض الدول العربية عمليات العين متطورة فيه ليزر وفيه ليزك وفيه كذا وفيه من درا كان هاي العمليات متوفرة اليوم موريتانيا بنفس فهم تطور في أبراج العيون فهم تطور عجيب من 97 جاي تطور عجيب حتى عنا على مستوى الإقليمي طورنا حتى حق ما فتنا لحقنا إخواننا المغاربة المغرب ولا دول متقدمة غير بعدهم تطور به اللي يوم اللي تنساو عن الطب مكلف لا زير هذا اللي تقولوا لا زير لا زيك دي ليزر عندنا الليزر مازال والليزك الليزك الصح ما هو عندنا به اللي مكلف حتى وهو ملي فهيتو لا عنه يقول تحد يعود يستقنع عن البصرات وإحنا قد نديروا البصرات يعود مقنينين يعود ما عندنا الإمكانيات اللي نخرصوا ذاك الليزك اللي ما يقدر يعني غير بعد نرجعوا لهذا في موريتانيا تطور هذا التخصص تطور عجيب بين اللي إحنا جيه هنا 98 كانت عمل تعدد العملية اللي تنقلع منها عدسة كاملة ولا تندار عدس إحنا غركاتيها من 98 إحنا من الدول بعد في فرقية نديروا العدس هالمسألة الأولى المسألة الثانية عدنا ساعة مجينا 98 واللي كان تصلين العملية تعدل يعدلها رجال تخدير عام ترك عاد تخدير عام يمكن اللي عنا يعدل حدا 4 ولا 5 ترك عدنا نعدله تخدير جزئي اللي العين وحدا يلتورقد ونقدر نعدله 20 للنهار فما طب البو عماته زاد هو متطور وعدل زياسر للناس ومتطور وطب اللي مولي في حي الساكن زاد هو نقولوا عنا تقدمنا وعنا مولي في طريقة عنا لهنا طوروا هذا اللي قالوا زرع القرينية مبارك معاها لا هي سابق آخر السنة لا يعود موجودهم نعود ما تلينا نرفعوا له القرينية تعود تنجاب من بلاد أخرى وتندار في هذو القرينيات اللي فيهم من قطبيض مكنهم ما هم خلين العين تشوف. طب سيد الشيخ بالنسبة لل لا تعتقد مثلا أن في قضية النظر نحتاج إلى فهم جديد للأحاديث والآيات التي تتعلق يعني فقه الضرورة كما يقال أو مثلا الجيش مثلا اليوم فيه المرأة وفيه الرجل بلباس الجيش اللي يفرضه الانتماء الجيش في شركات المعادن نفس الشيء وكما يقال ليس طبعا شرعا كما يقال يقولون المثقفين ويقولون ان يعني تقدم الدول يقاس بمشاركة المرأة في الحياة ومشاركتها في الحياة يفرض وجودها مع الرجل في نفس الميدان وهذا قد لا يناسب ما كنا نتكلم عنه صحيح ويفرض شيء على كل حال الموضوع عندكم ظاهر إن, إن, إن الموضوع خاصة في دولة كدولتنا احنا إسلامية ينبغي أن يكون الطرح وهو أن الدولة نفسها يجب أن تكون نظمها وتكون تشريعاتها وتكون رؤيتها
نابعة من الشريعة ونابعة من الرؤى الشرعية والقواعد، وراجع فيها مرونة زادية في الشريعة وفي القواعد، ياسر من المرونة وياسر من استجابة للحاجيات غير مولي. تريد الشريعة هي اللي عاطيته، وان انت تعطيه الشريعة الدور تفتح مولي ياكل تالي وكامل من الرخص واللي يقدر يترتب لي غير بعد. قال مشاور الشريعة عندما اشرك المرأة مثلا اشركها بطريقة ما هي شرعية، واشركها في شيء شرعا المرأة قاعدة ما يجوز لها تدخله، واذا دخلت مولي لو دارهم يوسف الاحتياطات ما هي متخذة حقيقة. تعود الشريعة هنا الغيب تصريفها الاختيار، ومن هذا ليتغير مولي في الآثار المترتبة. لكن نحن عندنا قاعدة في الشريعة اللي هي الرخص اللي تابعة دائما للمشروعية. أنا هنا الجمهور قال يعد السفر محرم ولا يعد ليش محرم، يوقع في الرواية ما الشريعة ما ترخص له، قال لي أصلا قاعد الرواية داخلها من هو بابه، يدخلها من باب الشريعة ويخلق اضطرار ويخلق حاجة يخلق الضرورة يخلق بعض الترخيص. ولذلك قلت لك الباب النظر بالذات انه في شيء من في شيء قاعد من الرخص اللي انت ولو مخصوصين، قلت لك ما هم مخصوصين بالضروره بالكافيه فيهم الحاجه، قلت لك لكن نظر المخطوبه، نظر للمتبايع معها، نظر المشهود عليها، نظر الطبيب لمن يداويها، ياسر هم الاشياء كامله اللي فيها حاجات حقيقيه والشريعه مرخصه فيها. ترخص من اللي فيها اللي ترتب عليها، غير انت الشريعه ما مشاورك مشاور لا متبرد بكي ياك عاد يلا يخرص رخص من تمر بكيل ما يخرص. لا شيخ، إذا عادت الظروف مثلا ظروف تفرض نمط معين، نحن ما نقدو هناك مثلا من يقول انه لا يمكن ان نعيش في القرن 21 بعقلية القرون الماضي القرن الاول، هذا كلام صحيح، واحنا محاطين بهذا الكم الهائل من التكنولوجيا ومن الوسائل والجمال يتلازم مع العري ويتلازم مع الفساد، ولذا نركب دوابنا وناكل التمر. ما في تلازم، نحن قد نركب وفخر الطائر ونراكب الفضائيه ونتم محافظين على الشرع ومحافظين على قواعد الشريعه. قضيه ربط المنتجات الغربيه من جهه الحضاره، ربطها بمنتجاتها الثقافيه والعلميه، هذا ربط خاسر ولا صحيح؟ احنا عندنا منتجين وعند مولانا في النواحي، ولا مخلين نكون في حدود غير الحدود مالي، ما هي مقيدتنا، مستجمع مع فطرتنا، مستجمع مع طبيعتنا، مستجمع مالي مع الاوامر الموجهه لنا والتراتب والاحكام الشرعيه المشروعه لنا كامل. الشريعه مرابطه الاحكام الشرعيه كاملها والتكاليف الشرعيه مرتبطه مع الواجبات مقابله مع الواجبات والغنم مقابل الغرم، في موازنات في الشريعه اللي انت تقدر تتخصر في جانب منها ليتهدم جانب اخر، والله تقبل نظام اخر يا غير. ما فهم شيء اطلاقا يفرض علينا انسلاخ من اخلاقنا، والحضاره ما تفرض علينا هذا، نقدر نعود احضر الناس مع الحفاظ على اخلاقنا وضوابطنا. وين فوت تخلق حاجه حقيقيه؟ الشريعه تفتح لنا المجال يبارك ترخصا. واحد منا مثلا سافر مرقب مثلا وابتلي بانه فرض عليه يمس مراب، ما هو قاصده غير ما عنده شريعه، ما تطق عليه غير يعطي هون قاعد وعنده ياسر الوسائل اللي يتقى فيها الفرن، وراه مجتمع يفهم هم اللي هذا، واذا مسها قاع اللي ما مسها ما يتكفل الامور عن قده ولا يترتب عليها يعني ما طيب الشيخ فضيله الشيخ، في الدول الاسلاميه اليوم مثلا، وهي الدول اللي قد تكون صدرت لنا تدين، المرأة تلبس ملابس حديثة وتمارس جميع الأعمال مع الرجل، ولا أحد يتكلم عن النظر ولا يتكلم عن البصر. كيف في تركيا مثلا المرأة لابسة بنطلون تركيا فترك ولا تركيا؟ تركيا دولة عدمانية. تركيا تركيا أردوغان تركيا أردوغان ما يتبعد أيوه. حتى في تركيا أردوغان حاول نتبعد غير مازالت مقيدة. وفي مصر وفي أنا أقول لحال الدول التي جاءتنا منها الحقيقة، نحن الشريعة جاءتنا عن طريق طبعا حكمنا هي الجزيرة العربية أصلا، جاءتنا منها قديما، غير جاءتنا هنا تمركزت هنا منها قدر يعني عاد قاعد الحمد لله تصدر العالم كامل في المغرب العربي في القرن الأول، والأندلس صاروا فيهم علماء جهابذة وعادوا علماء المشرق يستفادوا منهم. بالتالي المنتج اللي عندنا اللي هو الشرع ما تلين مرتبطين فيه بالمشرق ولا بالمغرب، بيننا مرتبطين لا بالخبرة اللي والعلم اللي اكتسبه علماءنا من خلال دراستهم، سواء على المشارق سواء على المغارب.
هذا الطاوم محافظين عليه والطين محافظين عليه في الشرق والله في الغرب. كنا في رأس الأمم وكنا قادة وكنا سادة، ولين سلخنا من عودنا حامل النصارى والأول عدلها من الأتراك بعد سقوط الدولة العثمانية، خلقها اللي خرج من السلاح من الدين في تركيا وفي غيرها، ويحاولوا هاك الأتراك يراجعوا لدينهم في طريقة تدريجة غير بعد ما زالوا بعاد منه حسب الظاهر من غير قد قاعد يعودوا له والعاطيهم حالة نجوم. طب انتقل الأستاذ دكتور سدالي. دكتور بالنسبة نتكلم عن الأمراض المزمنة، بالنسبة لوقاية العين أو علاجها بالنسبة لمرضى السكري، هل يتعلق بأدوية السكري أم أن هناك علاج خاص بالعين يعطيه طبيب العين مثلا؟ ثم علاج خاص بالعين، يعني ذاك العلاج يسنتي من درجة السكر في الدم ترجع طبيعية، ذاك يساهم في العين. هو شرايين العين هم الدولين يمتسوا فم بحص إناعتهم عن فم شرايين خلقوا جدد بهدي الشرايين العادي انقلقوا، وعلاجهم علاج بسيط يعدلهم شيء قالوا للشعاع لازر، قال لازر أرقوم ياكلين يعدل ذوك الشرايين اللي فم يهنا. هو المشكلة عن ذوك الشرايين اللي انقلقوا ويجوا شرايين أخرين مثلا فوضاويين داهي يسبوا نزيف، لكن النزيف يقدم مثلا المركز لينا ماكيلا والله يدخل في العين ويعود يسبب المشاكل في العين. وعلاج علاج حسب المرحلة اللي فيها، علاجه علاج بالليزر وموجود هنا تياف في طارش من العلاج الدقات داروا في العين واعرين ويعالجوا من نوع من ذوك المخلفات اللي في العين. يا غير مهم تقاع فحص العين هو اللي يعطي للطبيب السكر المستوى اللي لاحق السكر، اللي كانوا في مستوى عادل لا بد له من اعطاه شيء من الدواء اخر والله ينعطاه الدقه والله ما احنا باللي فحص السكر ما هو كافي، هو لا بد من حد يمشي لي يفحص الشرايين يعرف كانوا سالكين والله ما. وحنا هو اللي نقوله لطبيب السكر اراه هو هذا السيد لاحق المرحله الفلانيه، انا عنك عس زيد دولك انت تعطيه والله قيه طبيب العيون يقول طيب العيون هو اللي يقول هو الوسائل ماشيين نقول له هذه المرحله الفلانيه هو يعرف عن ذيك المرحله واحده بعد قاعد ترتب علينا احنا نعدلوا له الليزر ولا نعدلوا له الدقات ولا نعدلوا شيء غير ملي يعود هو عارف عن في الحقيقه حس ولو قاعد طاش من الدواء وشاف عن السكر عنه معتدي هذا 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 المريض في خطوره ولا يزيد الدواء والله ينقص والله يبدل له الدواء. هل مثلا هناك تنسيق بين طبيب السكر وطبيب العيون؟ لا بد هو قاعد شوف طبيب العيون ينسق مع ياسر من الاطباء، واحد طبيب مولي ذكره احنا هم اللي نقولوا له راه هو وطبيب طبيب القلب طبيب الكلى اللي هو الناس اللي عندهم قصور في اداء اللي تصفي مثلا اللي يعرف حد عن شرايين العين هم اللوين يمتسوا يتربوهم مباشره شرايين الكلى، هو اللي احنا نقولوا له الساك راه هو المريض الفلاني سنت فيه هذا الساك خلاص له بصفه متنظمه جهاز البولس. طيب اليوم دكتور مثلا طلاب المدارس من صغار السن 4 سنوات وخمس سنوات صاروا عندهم مشاكل في النظر وبعضهم يلبس نظارات بكعب الكاس. طيب هل هذه الظاهرة مثلا تتعلق ببيئة معينة؟ ما هو لماذا هذه الظاهرة مثلا هي جديدة؟ ما فهم دراسة غير بعد قطع عن افطان عن الناس اللي في هذول المدارس الكبارات اللي متطورات انه ياسر منهم عنده نقص في الشوفه فقالوا ميوبي
ويقر ما فهم دراسة ذيكية، ما فهم علاقة، ما فهم أسباب. ظهر لي عنه مواسع عنه لا عن حد يقرأ ومثلا يطلع أكثر، يعود يحتاج أكثر ويفطن له أكثر، يقعد فيه ناقص ولا ما، وحد ما خالق ذلك يقعد قاعد يصيب عن البصرات اللي يعود عيشة لا عيشة عادية، ما لا بدال يركز يا سمع التركيز. طب فيما يخص مثلا الوقاية كما تكلمت سابقا في البيئة مثلا اللي فيها حرارة وفيها شمس وفيها غبار وفيها حر وكذا، بعض الناس يلجأ للنظارات هذه اللي قد لا تكون مثلا، البعض يشكك في أنها قد قاعد تضر العين، هاي النظارات اللي تنباع في الشارع، ما هي الطريقة المثلى مثلا لوقاية العين أو حتى الحد من تأثير البيئة والظروف عليها المحيطة مثلا من الشمس والغبار؟ خالد قال بعد مسيرتين قلت حد التقام بالوقاية، واحدة أشعة الشمس، نظارات عود رجعوا الشمس، أشعة الشمس اللي زود ترابيولي ذو موجدة عند بياعة البصرات اللي موثوقين ذوك عندهم، غيرهم اللي قلت حد يشريهم من عنده البياع العادي ويجيبهم لبياعة البصرات، ذوك عندهم مكينة هي اللي تحدد به اللي قلت حد يشريهم واعرات حتى يغير يعودوا ما يرجعوا أشعة الشمس، وقلت حد يشريهم 200 ويعودوا يرجعوا حسب نوعيته. يقير بفضل حد يشريهم من عند الناس اللي عندهم اللي عدوا البصرات وخيارتهم يعودوا مكتوب عليهم قاع فيلتر اللي يزول ترابيولية، معناها أنه يرجعوا أشعة الشمس وكثركاتها وقاية من أشعة الشمس. المسألة الثانية قضية تمولي الرياح، قضية الرياح وتحد عنه ما يخل ما هو متلثم لين يعود ما باين منه شيء، العين يعود ما يطرف الشم الرياح لين يعود واقع. قضية الحرارة ما إذا قد يعود في بريدة ما هي حامية حتى، وإلى ما ذاك ما فهم. طب اليوم مثلا دكتور بدأت تظهر بعض حتى سرطانات تصيب العيون، طب هذه الأمراض هذه هل لها علاقة مثلا أو قد تكون زيارة طبيب العيون تحد منها أو على الأقل يتم اكتشافها مبكر أو نعم هي قاعد زيارة طبيب العيون مهمة، وهي هي اللي يتحد من انتشار ياسر من الأمراض، وملي تمكن منهم ينقبضوا في حالة يقدروا يعالجوا فيها. كيف تنقص البصر هذا اللي في التركة يارتو يشير يارتو يخرج سابق يدخل مدرسة، هو قاعد يقدر يفطن له سابق ذا يغير لما يفطن له سابق يدخل مدرسة يارتو يأخذ على طبيب العين إلين يشوف إذا كان فيه نقص به اللي إلين يتخطى مرحلة يعود ذاك النقص يأثر عليه ويعود ملي ما تري قد يدارك والله يتم لا خاصوش. هذه من ناحية، وهذا بالنسبة للناس الصغار. بالنسبة للناس الكبار كيف قلت لكم مبين زيارة الطبيب العيني مهمة به اللي يكتشف مداه عند 45 سنة إذا كان بداية الضغط ولا ما فيه الضغط. طب فضيلة الشيخ موضوع طبعا شوي شيك، مثلا هل يطلب منا مثلا أن نتابع نشرات الأخبار في التلفزيونات؟ وهذا هو أبسط شيء، وإحنا نعطي قفانا للشاشة إذا كانت تقدم النشرة سيدة لا أحد يغض عنها بصره، لا أحد يغض عنها بصره، خصوصا هلي تقول ياسم أنه قام واحد ويغض عن أحد بصره توفي صنت لين يسمع الأخبار القدرة اللي يعطيها بقفانة وأنتم يعطيها بقفانة ولا يعطي ولا يقض عن عينه تم صاد شرها يقض عن عينه. إذا كان من يقدم النشرة رجل في نفس الشيء بالنسبة للعالم حتى تغض بصرها وتصنت لنشرة الأخبار لين تعود اللي ما يخالف برنامج إحنا الليلة، هل على السيدات أن يغض بصرها عنه يغض بصرها عنه لا صنتربون هو على كل حال يتم مش ملاك يخرصوا القدر منه اللي قدر منه اللي يحصل لهم به استفادة وتروح بدونهم يركزوا حتى والله. تفضل دكتور كلمة أخيرة نصايح هذه الناس اللي دوام في قضية العينين سوى أنه كانهم يصوم والله ما يصوم قديم من الأمراض العينين اللي يفطر إلا الأمراض اللي حد توجع ذيك ملاها لا يفطر به اللي قاعد يوجد. وين جاء الأمراض الأخرى؟ الأمراض الأخرى
طبيب العيني ما هو اللي يسوي، طبيب العيني قد ينصح الطبيب الاخر، غير الطبيب الاخر هو اللي يقول يا كان قد تحدثه كيف طبيب الضغط اللي هو صاحب القلب والله صاحب السكر والله الامراض الاخرى، غير العيني مرض يكون حد معدلاله عمليه وكيف نوع معدلاله والله مرض حاد الاخر كامل ما يسوي الطبيب، ما عينه يسوي الطبيب العيني يقدسه. يصور عنه الطبيب. هذا يقودني دكتور الى سؤال فضيله الشيخ عن بالنسبه لرمضان مثلا، بعض الناس في رمضان يمارس مثلا يعطيك مفهوم انه لا هذا في رمضان لكن العدل ما هو في رمضان، ما يعطي العدل في رمضان، يتشدد في رمضان، هل هذا اصل او لا؟ هو الانسان يجب ان يعود عبد الله سبحانه وتعالى كما هو عبد الله سبحانه وتعالى في رمضان عبد له في جميع الازمنه، لا شك ان رمضان حرمه الزمان انها عندها دور كما انها عندها دور في زياده الاجر، عندها هو اللي دور في زياده الوزر، وهذا يقتضي زياده الاتقاء غير معناها لدرجه ان الرقاشي ينتهك الحرمات في خارج الشهر، بلقى علامه ان الرقاشي صام رمضان صوم صحيح انه عقب رمضان يظهر ذاك في سلوكه ذيك العادات السيئه كامل يتغلب عليها في رمضان. ولذلك الله سبحانه وتعالى قلت عليكم صيام وكما كتب عليكم قبلكم لعلكم تتقون، لان الصيام حقيقه هدف منه اكبر هدف منه هدف تربوي ان الرقاش حصل التقوى، اللي ما يحصلها في رمضان معناه انه استفاد من رمضان ان شاء الله. ما هو صحيح. بارك الله. طب مشاهدي الكرام طبعا انتهى وقت البرنامج، باسمكم اشكر ضيوف حلقه الليله من برنامج كلام في رمضان فضيله الشيخ الاستاذ احمد مزيد ولي عبد الحق الفقيه والعالم المعروف، وكذلك الاستاذ الدكتور سيدي علي ولي احمد اخصائي جراحه العيون، اشكرهم باسمكم، كما اشكركم متابعي الكرام مشاهدي الكرام على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.